بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السؤال المتكرر بكثرة: لماذا لا نتأثر بالرقية الشرعية؟ وهل يحصل النفع والتحسن والشفاء إذا لم نكن نتأثر بالرقية؟ الآن إن شاء الله أعطيكم جوابا سيكون نافع إن شاء الله لكل من يسمعه من المسلمين مصابين أو غير مصابين ولكل الناس. أولا، قبل أن أجيبكم عن هذا السؤال، الناس كانوا سابقا يرقون لكي يحصل لهم الراحة والشفاء، ولم يكن يهتم الناس بموضوع التأثر. فالإنسان يستمع للرقية، والرقية هي آيات ودعاء، ومن خلال الاستماع وعقد النية إن شاء الله تعالى سيحصل له الراحة والشفاء والطمأنينة والسكينة بإذن الله تعالى. وهذا هو المطلوب، هذا هو الهدف. الهدف أن يحصل إن شاء الله الشفاء، وأن نتعالج بطريقة شرعية لا تخالف دين الله سبحانه وتعالى. أما الناس اليوم، فالمشكلة أن الناس الآن يبحثون عن التأثر أكثر من الشفاء. غالب الناس يأتي وأنا أتأثر لكن ليس كثيرا، وبعضه حقيقة ليس بصحيح. يعني أنا مرت علي في هذه الفترة 3 حالات. الأولى قالت أنا لا أتأثر وصرعت، طيب ظهر أنها تصرع. الأخرى قالت لا أتأثر بمجرد سماع صوتي اختنقت، والحالة الأخرى نفس الترتيب، قالت أنا ما أتأثر ومباشرة صارت تشتم وصرعت نفس اللي. لأن هذا الموضوع صار عادة عند كثير من الناس، يقول لك أنا ما أتأثر. طيب، الآن نأتي للسؤال والجواب ولب الموضوع. هدفك ماذا؟ الهدف إن شاء الله تتحسن وتشفى. طيب، نحن فينا الذي عنده انزعاج، ضيق بصدره، حتى ليس من أسباب الإصابة فقط، إصابة وغير إصابة، إنسان يشعر بهم، بحزن، القلب ليس مطمئن، يشعر بأشياء كثيرة، وربما يعاني من السحر أو الحسد أو المس، فيذهب ويفتح كتاب الله ويبدأ يقرأ. وغالب الناس بقراءة القرآن لا يتأثر، حتى المسحورين الغالب لا يتأثر، ولكن انظر كيف بإذن الله تعالى تتبدل الأحوال، كيف ترتاح نفسيا. الآن إذا جئت أردت أن تنام تشعر بأرق، تعب، تفكير، هموم، اقرأ أي سورة من كتاب الله وركز معها وانظر كيف سترتاح، وسبحان الله تنام. وأنا أعرف كثير من الناس يشغل القرآن ثم يسمع القرآن وينام. إذن يحصل الراحة، تحصل والطمأنينة تحصل والتحسن يحصل. أتذكر أن رجل كلمني عنده أعراض كارثية من السحر والعين والحسد، أشياء متراكمة، قال داومت على قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كل يوم 100 مرة. قال أقسم بالله 90% من الأمراض والأعراض والأحلام والأمراض الجسدية كلها ذهبت فقط بهذا الذكر، ولم يتأثر إطلاقا. وأنا رقيته وتأثر، لكن برقيتي لم يستفد مثل الذكر الذي لم يتأثر به. والله برقيتي من أول دقائق مباشرة بدأ يصيح ويصرخ، ولكنه والله لم يستفد مثل ما استفاد من الذكر الذي كان يذكر الله به، مع العلم لم يكن يتأثر، لم يكن يتأثر. أحد الناس قال استعصت علي بعض المسائل،
استعصت وشعرت بتعطيل شديد، رقيات وشرب ماء مقروء عليه وتقيؤ وغيره وغيره. قال داومت على سورة ياسين ولم أتأثر بها إطلاقا، ولكن بفضل الله الأمور الحمد لله مشت، والتعطيل بفضل الله سبحانه وتعالى بدأ يتفكك، وأموري الحمد لله سبحانه وتعالى صارت مريحة. فليس شرطا من شروط العلاج أنك تتأثر. مع العلم، مع العلم أنا دائما أكون مع المريض، أقول له تتأثر يمكن يكون أفضل لك، من الممكن يكون أفضل لك، لكن إذا لم تكن تتأثر فهذا ليس معناها تروح تبحث عن التأثر، ابحث عن الشفاء. وبعض الناس، بعض الناس كما قلت لكم يبحث عن التأثر أكثر من العلاج. طيب نأتي الآن، غالب الحالات لا تتأثر من يدها لأنها لا تعرف كيف تتعامل مع الرقية. السبب الأول، إذا حاولت التحكم بنفسك فهذا من أسباب أنك لا تتأثر. وإلى إلى إلى هذه الأيام، هذه الأيام البارحة فقط 4 حالات نفس الترتيب، تكلمت معهم كلهم نفس الترتيب. نعم، قال نحن نحضر الرقية، نمسك أنفسنا لكي لا نتأثر، لكي لا يحصل عندنا حضور ورجفة وكذا، وبالفعل لا يحصل. قال لكن لما لم نمسك أنفسنا يحصل. هذا كثير، يعني عندي متواتر، مستفيض، أمر مستفيض. المصاب إذا حاول الإمساك بنفسه، يعني الآن الذي يحصل عنده حضور يا جماعة ترى هو ما يغيب عن الوعي، مو كأنه أخذ مخدر عام وسينام، لا، ترى غالب الناس، غالب الناس عندما يحصل عنده حضور هو يسمع ويرى، والشيطان يتكلم على لسانه هو يسمع ويرى. طيب، ولكن هو يترك جسده يتحرك كما يشاء. هذه يد التي ترجف وينظر لها ويستطيع يوقفها في غالب الأحيان، ليس الكل لكن في الغالب يستطيع أن يوقف يده ويستطيع أن يجعله لا يتكلم، لكن إذا سمح له سيتكلم. فأنت أيضا بنفسك لا تمسك، إذا أردت التأثر لا تمسك الشيطان، ولا تحاول السيطرة على نفسك، ولا تحاول السيطرة على نفسك. أنا كنت البارحة نتكلم أنا وأخت، أسأل الله أن يشفيها، فأنا قرأت عليها وقالت ما حسيت بشيء، بعد شوي رسلت لي رسالة قالت يا شيخ أنا أمنع ما أخلي يتكلم، أخاف يعني من كلامك. أنت اللي ما تخليه يتكلم، أنت اللي ما سكتت أصلا. طيب، وامرأة أخرى قلت لها فقط ادخلي في البث بحساب آخر واتركي نفسك، هي تكتب عادي، بمجرد دخلت بحساب آخر وتركت نفسها كما هي مباشرة صار عندها حضور مباشر. لماذا؟ لأن الغالب يستطيع التحكم بنفسه، فلا تتحكم بنفسك. المسألة الثانية يا أخي ويا أختي، سماع الرقية ترى مو تسمع مرة وتروح تنام أسبوع، لا، سماع الرقية اجعله برنامجا لك على الأقل 3 مرات يوميا، على الأقل مرة في الصباح ومرة في وسط النهار ومرة في الليل أو حسب ما تختار، لكن لا تسمع وراء بعض متتالي، خلي بيناتهم شوي وقت. طيب، وعندما تسمع أيضا طريقة الاستماع، أنا أقول للمرضى اجلس بالأرض وضع ظهرك على الحائط، اسند ظهرك على الحائط ومد أقدامك وافتح يديك، كل يد مفتوحة على فخذ، واسمع بهذه الطريقة وانتبه وركز مع الرقية، ستتأثر. إذا أردت التأثر ستتأثر بإذن الله. طيب، فالهدف يا إخوة الشفاء ليس التأثر، القرآن شفاء بتأثر أو بدون تأثر، وذكر الله راحة للنفس وشفاء بإذن الله. الله سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، القلب من الداخل يطمئن وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تحصل لك الطمأنينة والراحة والشفاء بذكر الله وبالقرآن وبالرقية الشرعية إن شاء الله. هذا، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.